والسلام عليكم الزولة في اللون هذا قشيشان اواش راكم طول موند معكم الحاج الصايور بو كيما راكم تشوفوا في التيتر الحباب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نبداو في صلب الموضوع. العالم نجمو نقسموه على ثلاثه: حقوق الانسان والحيوان. نقسموه على ثلاثه: ثلاث مناطق ولا ثلاث دول ولا ثلاث انواع من الدول ولا ثلاث اجناس ولا فوالا ولا تروا كاتيجوري كيما نقولوا ثلاثه. النوع الاول يحترم حقوق الانسان ويحترم حقوق الحيوان ولا المنطقه الاولى كيما نقولوا. المنطقه الثانيه تحترم حقوق الحيوان وما تحترمش حقوق الانسان. والمنطقه الثالثه ولا المكان الثالث ما يحترم لا حقوق الانسان لا حقوق الحيوان. هادو ثلاثه بعيد بغض النظر على السوجي كان نحكي ليه بغض بعيد زعما ما ندخلوش الاستعمار وكلش باسكو الاستعمار وين ما راح ما احترم لا حقوق الانسان لا حقوق الحيوان. الاستعمار كيما نقولوا لما يدخل للمنطقه ما راهش رايح يعطي الحلوه ويمد التبنه للحيوانات فوالا. الاستعمار خلوه على جهه. نحكوا على مناطق عندها شعوب تاعها وعندها الرئيس تاعها ولا دول فوالا مع شعبها. ما نحكوش على الاستعمار ولا تدخل خارجي في دوله راك فاهم. فما ما كاش حقوق الانسان ما كان والو تولي زبل ونزبل. نحكوا على فوالا دوله هكا ولا منطقه فيها حكم تاعها وفيها شعبها. نقولوا مثلا حقوق المناطق اللي فيهم حقوق الانسان وحقوق الحيوان مثلا ماشي مانيش رايح ندير لكم الجنه ولا هذه المناطق ثاني فيهم الهبال وكل شيء مي سطحي ماشي سطحيا كما نقولوا. على العموم تلقاهم محترمين حقوق الانسان ومحترمين حقوق الحيوان. وشنو هما هذه المناطق؟ الدول المتقدمه تنجم تقول مثلا الغرب اوروبا شويه من الامريكان عندك بار اكزومبل اوسترالي نيوزيلاند هذا وقفا ما يعنيش انهم زعما راهم في القمه لكن عندك حقوقك زعما تنجم تقول براس كامله. دوك نفهمكم ونعطيكم هذه القصه تفهموا علاش راني نقول لكم هكا. المناطق اللي ما يحترموش حقوق الانسان ويحترموا الحيوان هذه المناطق اللي تلقى فيهم بار اكزومبل الادغال اللي جانغلو كيما الامازوني كيما في افريكا عندنا وين عندهم لي سفاري وكل شيء راك فاهم. عندهم الحيوانات شي بلايص في الاسترالي ثاني واش تلقى بار اكزومبل دايرين محميات وفيهم الحيوانات وكل شيء. ما عندكش الدروا محميه طبيعيه راك فاهم. ما عندكش الدروا لا تصيد هذه الحيوانات لا تاذيهم لا تشيهم لا والو. وتلقى الناس عايشين معيشه ضنكه كما في افريقيا وكشتوهم كاين الناس مازال دروك الى يومنا هذا عريانه والى يومنا هذا لا طريق مسقمه لا صحه لا تعليم لا والو راك فاهم. صح كي تجي تشوف مثلا الحيوان حتى الاجناس كيما نقولوا من الخارج ما تدخلين فما وما يخلوكش لا تصيد لا غزال لا فوالا كونترولي. يتم حقوق الحيوان تكزيستي بصح حقوق الانسان ما كاش. خدم ارضك عوم بحرك. وكاين باغ اكزومبل تلقاهم في الهند ولا في شي بلايص اللي هذوك الناس اللي يعبدوا الحيوانات كاين اللي يعبدوا الفيران كاين اللي يعبدوا البقر. تلقى مثلا البقره تزبل لك تزبل عليك ما عندكش الدروات تدفعها هذوك البقر المقدسه ولا راك فاهم. حقوق الحيوان محترمه لواحد الدرجه حتى وين ناس نورمال الفار هكا الطومبا تاكل لعبها في طبسي ولا يخلي لها الماكله تاعو ما ياكلش هو يموت بالشر. راني شايفينها ما كان لا حقوق انسان لا والو فما زبل ونزبل لك فاهمني. الدول اللي ما تحترم لا حقوق الانسان لا حقوق الحيوان هما الدول تنجم تقول هذو المتخلفه. ناخذ باعتبار حنايا الجزائر ولا المغرب ولا تونس ولا ما كان والو هكا وخلاص عيش ولا موت كيف كيف. نحكو على حقوق الانسان وحقوق الحيوان. هنايا في اوروب بار اكزومبل الدول اللي نقولوا اللي متقدمه ووصلت تاك فاهم. المره اللي فاتت كنت مريض شويه تبع مليحه وحراق ما عنديش الورق وكلشي.
واش صرالي من الدخان وليت مكح، وعلى بالك باللي كي تولي تكح بزاف وتتكيف زيد تولي تكح اكثر. وشاي صرالك تنجرح هنا في القرجومه، كي تنجرح هنا في القرجومه تولي الصباح كي تنوض حاشاكم تنخم الدم، تبزق دمك، فاهم؟ غادي نقول لك قصيد. كان واحد معايا يهضر الالمانيه مليح زعما، قال لي يا ودي لازم تروح للطبيب وكل شيء وديك وديك. وهذاك النهار كان الحد، ديمونش ما كاش لي كابين تاع الطبيب ولا لي كابين تاع الطبيب هذوك فاتحينك، فاهم؟ ديمونش الويكاند اللي هنايا. يجي قال لي شو دقيقه دخل الانترنت طب طب طب، جبد واحد النيميرو تاع واحد الاورغانيزاسيون ولا، فاهم؟ دخلها في 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 وزاره الصحه، تعيط لهم في التليفون، عيط لهم هضر معاهم بالالمانيه، قالوا له ما تكوبيش. شافوا في الاورديناتور ولا ما باليش واش داروا، ولا روجيستر عندهم ولا انيار كما نقولوا حنايا، ريبرتوار تاع التليفونات، تك وين تسكن لادريس من هذا ديك 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 ديك. عطاو له نيميرو، قالوا له الطبيب هذا عيط له يجي، راك فاهم؟ هما يشوفوا بارابور لادريس تاعك يبعثوا لك الطبيب يكون قريب ليك، راك فاهمني؟ واحد ال 25 مينيت 30 مينيت الطبيب كان عندي في الدار، راني نقول لك جا عندي للدار بالكرطاب الحد. وجا شافني منا فيريف فيريفا لاتونسيون، فيريفا بزاف امور. ومن بعد قال لي عطاني واحد الكاشي، واحد الكاشي عطاني، قال لي هذا شربو، قال لي باش يكالمي لك الكحه ولا ما على باليش. ايا ودار لي ورقه، قال لي لازم تروح للسبيطار. في هذيك العشيه انايا حكمت له البيس السبيطار، شدوني 5 ايام في السبيطار. والله يا خوتي شوف، كالي شارب راقد دافي، ليكرون قدامي تاكتيل، يوتيوب نهار كومبلي وانا مع يوتيوب، راك فاهم؟ يعني نقول لك ما تكرهش حياتك كاع، انت متكسل كيما هكا ويجيبوا لك كلش، واشاك فوا تجي في تجي لانفيرميير وتسقسي كي راك داير من هذيك ديك ديك ديك، اسكو تشرب لاتاي، اسكو تشرب قهوه. والله العظيم اقسم بالله لا كاينه منها، زعما مانيش نكذب لك، لا دوش في الشومبرا تاعك، في الشومبرا تاعك تاع وينك وين راهم حاطينك، وحدي في الشومبرا. وداروا لي لا فيبروسكوبي كاميرا، يدخلها لك هنايا ويتهبط لك حتى لهنايا الريه وكل شيء، يشوف اسكو عندك اش انفكسيون ولا عندك جرح ولا عندك فاك، ما تامنش. وداروا لي سكانر، دخلوني في هذاك السكانر هكا تاع الرايه هذاك، تدخل داخل ثاني بيريفا وكل شيء في هذوك 5 ايام. زعما كي تجي تشوف كنت جيت قيم لها الفري تاعها شحال استقامت غير هذوك 5 ايام، شحال استقاموا؟ واحد 2000 ولا 3000 اورو، راك فاهم؟ نقول واحد 60 مليون بدراهم الجزائر، سكانر والفيبروسكوبي هذيك والدويه اللي عطاوهمني والماكله تاعها والنباته تاعها وكل شيء. ما خلصت ولا سنت، باطل باطل. هذه حقوق الانسان اللي نهضروا عليها، دوك ندخلوا بحقوق الحيوان. ما عندهاش بزاف، عندي واحد لامي، واحد الطفله مسكينه واو تكون قريب قدي في اللاج، 30 سنه في عمرها ولا عندها قط. وهاد الطفله مسكينه تخدم في تخدم في لي سوبر في لي سوبر مارشي، راك فاهم؟ تبيع تشد هي لاكاس وكل شيء، كيما على بالكم الناس اللي هنا في اوروبا على بالها السيستم كي داير. هنايا لي سوبر مارشي تنجم تقول يفتح من 8 تاع الصباح ل 9 تاع الليل. ايا وهي كانت مع ليكيب تاع العشيه، دونك خدمت العشيه وعندها قط، القط في الدار. دخلت العشيه كان قريب الليل، راك فاهم؟ 9 ولا 9 ونص. بدلت حوايجها ولا ما على باليش دارت، عاودت خرجت راحت سهرت ولا تعشات ولا ما على باليش. دخلت جوايه ل 11 ونص تاع الليل، كي دخلت جوايه 11 تاع ونص تاع الليل شات القات، لقى القط تاعها يزحف على كرشو. 11 ونص تاع الليل قريب 12 يزحف على كرشو. ايوا متقيلها حاشاكم في الدار وكل شيء، اتبانيكات هي كاع ولا تصفق.
شافت مع القط، القط راني نقول لك كاو، واش دير؟ تعيط تجبد التليفون انترنت منا لا كلينيك فيتيرينار البيطاريه، راك فاهم عندهم هنايا الحيوانات عندهم دي كلينيك سبيطارات كبار هكا وكل شيء راك فاهم كيما السبيطار تاع البلادم عندنا. عيطت قلت لهم يا ودي عندي القطة هفولا هفولا شرع فيه وشرع فيه على 11 تاع الليل، وكاين خدامة يخدموا سبيسيال للحيوان. شوف سبحان الله شوف وين وصلت تكفاب، تما عندهم سيرفيس في الكلينيك فيتيريناري يريبوندو على التليفون وتحكي لهم على 12 تاع الليل على الوحدة تاع الصباح الزوج تاع الصباح عندك بروبليم مع كلبك ولا قطك ولا القنين تاعك ولا الزوج تاعك ولا تعيط لهم يعطوك سوا ديزانفورماسيون سوا يجو هما. المهم ايا جاو قالوا لها في لاكلينيك فيتيرينار قالوا لها بون ما نقدروش نجو حنايا باسكو لي فيتيرينار البياطير اللي متخصصين في هذا الشيء ما همش لهنايا كاع، وكاينين اللي راهم برا راحوا زعما انترفونسيون تدخلات واحده اخرى. عطاو لها نيميرو تاع تليفون تاع فيتيرينار، عيطت له قريب 12 تاع الليله جا الفيتيرينار جا بالكارطاب تاعو وكل شيء حتى عندها للدار امن ولا ريح غيري في القط من نقلبو. قال لها دوماج، قال لها ما نقدر ندير له والو، لازم لك تديه زعما رابيد مودروك، لازم لك تديه لا كلينيك فيتيرينار هما يشوفوا معاه سبيطار تاع الحيوانات. رفداتو في الطوموبيل مسكينه وداتو. شوف غير وصلت هي تحكيه غير وصلت، شوف رفدوا القط هذاك داوه دخلوه ل هذوك لي شومبر تاع وين يفحصوا الطوطه وكل شيء. قعدت فما حتى 3:30 تاع الصباح وهي تستنى فيه في لاصال لاطوط. شوف ومن بعد هي دوك تخدم الصباح هاك فاهم دوم لك تولي مع ليكيب تاع الصباح. سقساتهم فما قالوا لها نشدوه القطه نشدوه زعما يبات لهنا. يجي الطفله مسكينه رجعت لدارها رقدت روبوزات بيان. الصباح ناضت الساعه تاع الصباح عيطت لا كلينيك قالوا لها القطه تاعك مات ما قدرناش نصوفوه. صدمه راني نقول لك. اش قالت لهم في التليفون؟ قالت لهم سمعوا، قالت لهم قبل ما تروحوا تدفنوه ولا يحرقوه ولا ما باليش يديروا له هما، قالت لهم نجي نشوفوا نقدر نجي نشوفوا اخر مره ونقول له زعما الوداع تبقى على خير شو قبر. قالوا لها ايه معليش سمحت كيما نقولوا في نص ساعه من الخدمه تاعها ولا وراحت للكلينيك فيتيرينار شافت القطه تاعها ودعاته اخر مره وقالوا لها قالوا لها باللي قطك جينيتيكمون ولا كيما نقولوا المرض تاعو هذا وراثي تما هو ولا خاوته ولا العائله تاعو ما راهمش رايحين يعيشوا اكثر من 3 سنين واقيلا ولا شحال وراثي. وقلت هذا يعيطوا له لي جيبسيان راك فاهم قلت تاع مصر يجي غير قيقو وجاي شويه طويل راك فاهم يجي ضعيف راك فاهمني. شوف لـ 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 شوف حقوق الانسان وحقوق الحيوان وين وصل. ندخل لك مثلا باش الفيديو ما يطولش للدول اللي ما تحترم لا حقوق الانسان لا حقوق الحيوان كيما مثلا عندنا حنايا. شوف عندنا حنايا يجي في الصيف الى راكم روماركين هذه بارتو عندنا هذوك الكلاب المتشرده والقطوط المتشرده وكاع يجوا ليهم بالسلاح ويتيروا عليهم. شي يقول لك واه الكلاب المتشرده هذو ما عندهم حتى لا راه من لهنايا يدوروا واك فاهم يقولوا يشعصوا في الكلاب زعما كاع قلت عليهم كاع الخدمه يجوا ويخسروا الكارتوش في الكلاب يقتلوهم في الزنق. ومن بعد يقول لك واو الكلب مكلوب والكلب على ما تديش مثلا هذاك الكلب هذا تديه مثلا الكاش بلاصه كيما راه من هنا داير لي روفيج هذو الملاجئ تاع الحيوانات اللي ابوندوناوهم من الناس تديه فما وترعاه. علاه هذا الكلب مثلا ما تقبضوش حي وتكاستريه بار اكزومبل تكاستريه كيما نقولوا حنا تعقموا تقلبوا عاقر تعقروا كيما نقولوا تقلبوا عاقر اما لا راه رايح يعيش وما يولدش تما ما يوليش كاين التكاثر تاع الكلاب المتشرده راك فاهم. تقبض الكلبه تعقرها وتقبض الكلب تعقرو وتخليه يعيش راك فاهم يعيش حياته نورمال. علاه
هو راه علاه ربي خلقهم، علاه انا نروح نتيري عليه ولا ندير له السم ولا نرهجو ولا نقتلو، فاهم؟ شوف هذه حاجه تصيبنا بار اكزومبل ثاني، ماشي محتاربين كاع الحيوانات في البلاد، الصياده في كل وقت، الاقتلاء في كل وقت، صيد السمك في كل وقت، نقتلوا الحيوانات اللي جاتك، فاهم؟ تصيبهم اكراجينهم في الطريق، داير لهم تصيبهم، كاين ناس سبيسيال يجوا زعما كيما نقولوا حياتهم اليوميه القضاء على الحيوانات، راهي بارتو هذه في الصحراء تلقاها، تلقاها عندنا في التلك، فاهم؟ نرجعوا لحقوق الانسان، ما تبداوش من بعد تفتحوا عليا في لي كومونتير والناس يدخلوا هذوك البشاقيقه او البواشق يدخلوا يبداو يقول لكم انه انت راك تخروك. شوف رانا نشوفوها في انترنت، ديك المره السيد مسكين مشلول عيطت تمو لومبيلونس ما جاوش داوه، داتو مسكين في كاميو في فورغو، مفرشت له مسكين، دارت له ماطلا في فورغو تاع فورغو لي تاع ليفريزون، راك فاهم؟ راهم الناس كيما نقولوا حنايا في البلاد معوقين ولا ناس مساكين مرضى راهم يسوفروا. وين راه حقوق الانسان هنا؟ راك فاهم؟ تقول له انت التعليم مجاني والصحه مجاني وانت سامح فيهم قاع مفرط فيهم، تلقى العجب في البلاد. هذه كيما قلت لكم في الدول المتخلفه ماشي غير عندنا برك، راك فاهمني؟ الهامج وخلاص الدبره كموله. هنا يا صاحبي هنا تمرض، هنا تمرض ما تامنش عقلك. المره اللي فاتت الثاني مرضت، رحت للسبيطار وكنت شويه فابل، جات ليا فرمليه تكون في عمرها 26 سنه 25 سنه صغيره، غادي نقول لك عباك شقات لي، عباك شقات لي، انخلعت. قالت لي الا ما راكش قادر تدوش وحدك، قالت لي نقدر نجي ندوش لك. هذه في خدمتها زعما، ماشي طاحت فيا ولا كبدت عليا ولا شافتني شباب ولا انا وجوك ديال مغنضر كاع. هذه خدمتها العامل تاعها يقول هكا في الكونطرا كي سنيات باللي تتكلفي بالمريض حتى يبرى. تبرك تسمع الهضره تبرك. قلت لها لا قلت لها نقدر ندوش وحدي، راك فاهم؟ تما حتى وين تلحق بيك وين ما تقدرش تدوش وحدك يدوشوا لك، راك فاهم؟ ليكوش كي تدخل للسبيطار هنا ليكوش تلقاهم في الخزانه تاع الشومبره تاعك ليكوش، اونكا زعما ما تقدرش تشد البول ولا تبول على روحك ولا توسخ على روحك، تلقى ليكوش من السبيطار هو اللي موفرهم لك، راك فاهم؟ انا ماشي نقول لك زعما هذه هنايا هكا الجنه الفردوس وجنه الخلد، هنا ثاني الهبال، هنا الهبال. هنا مام قضيه حقوق الحيوان تنجم تقول بار اكزومبل في قضيه ما ياكلوش هما المذبوح، ثاني عندهم نقولوا سيستم تاع الحيوانات تاع الاكل كيما الحلوف والغنمي والبقري وكاع، يضربهم بالتريسينتي ولا يطيروا فيهم بواحد الكابوس هكا في الراس، هكا فاهم؟ بصح ماشي مع ماما، تجب تقول حاطينها للكونسوماسيون، جايه كيما نقولوا حنايا اونكادري. حنا لا، حنا هكا دمر وندمر، فوالا هذا هو. رانا بعاد زعما على حقوق الانسان حنايا، ورانا بعاد على حقوق الحيوان، ونتمنى زعما لو كان بلادنا تبدل وحياتنا تبدل وتخممنا يتبدل ونعيشوا بيان ولا باس وكل شيء ونتفرحوا، نعيشوا في الترويح كما يقولون المغاربه. تسطيتي ولا مالك؟ المهم طلعوا في روحكم خاوتي وروح نفطر دروك ونتلاقاو في ساعه تاع معجون اسنان. هيا للقاء يا منعاش اخلاه الواه اخلا ضربه كي دار له يا محايناك.